السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناه ذكر خاصه بالمعلومات حول الطباعه المعلوماتيه وكذلك نصائح اخرى. بالنسبه لاول الناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالي، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجديد باش تكون ديما الجديد بخصوص هذه القناه هذه ان شاء الله. كما وعدناكم اخوان، دائما كنجيب لكم الجديد بخصوص مجال الطباعه والاشهار. اليوم ان شاء الله غادي تشوف معايا اله جديده اللي هي اله السي ان سي، اللي حتى هي ان شاء الله هي المستقبل وكل شيء خدام غير بها هاد الآلة ديال السي ان سي. قبل ما ندخلوا في الموضوع، الثمن ديال هاد الآلة السي ان سي كاين يعني العبارات، المهم العبار الصغير مره كيترا واحد الثمن ديالو ما بين 7 ملايين حتى 8 ملايين ديال الآلات ديال السي ان سي. شنو كتخدم بهاد الآلة السي ان سي، وفين يمكن لك مع من تتعامل؟ الآلة السي ان سي كتعامل مع بزاف الناس، ماشي يعني اللي عندهم بحال مثلا نجاره الخشب، واللي عندهم نجاره الالومنيوم، واللي عند الناس في نفس الدومين ديالك اللي هو مجال ديال الاشهار. كما كتعرفوا الاله السي ان سي مقسمه على بزاف ديال الانواع، كاين سي ان سي لايزر، كاين سي ان سي بلازما، وكاين سي ان سي ديال الفو ديال يعني ديال الحراره. هاد الانواع ديال السي ان سي هادو كاملين عندهم تقريبا نفس البرينسيپ، غير شنو كل وحده شنو كتقطع. كاين اللي كتقطع الحديد، كاين اللي كتقطع الالومنيوم، وكاين اللي كتقطع الفوركس او اللي كتسمى بالاليكومون. هاد الاله هادي اللي هي كما كتعرفوها اله جديده حديثه، يعني على الله بدات ماشي بزاف، ولكن ان شاء الله يعني لقات اقبال كبير في العالم العربي وفي العالم وحتى في المغرب البلاد ديالنا ما شاء الله. هاد الاله هادي كما كتشوف معايا في لي موديل، هاد الاله هادي كيمكن لك تخرج بها بزاف ديال الحاجات، ويمكن لك تعمل بها صناعه. الناس راه كيصنعوا بهاد الاله ديال السي ان سي، كيصنعوا بها بزاف ديال الاشياء. المطلوب منك يعني باش تبدا هاد المشروع ديال السي ان سي، يمكن لك تبدا غير بالبي سي والاله ديال السي ان سي، جوج الات يمكن لك تبدا بهم. تقريبا عندك راس المال ديال 8 مليون سنتيم مغربيه يمكن لك تبدا بها، اولا 8000 دولار يمكن لك تبدا بها هذا المشروع، هذا المشروع ديال السي ان سي. الاله السي ان سي كتقطع بزاف ديال الحاجات كما قلت لكم، كتقطع بزاف ديال الحوايج، ويمكن لك توظفها في بزاف ديال الانواع. يعني تقدر تخدم بها النقش على الخشب، تخدم بها يعني التقطيع ديال البلاستيك، التقطيع ديال من غير الزجاج ما كيتقطعش بالسي ان سي، التقطيع ديال البلاستيك، التقطيع ديال الفوركس، بحال مثلا الفوركس بحال هذا. هذا بليكسي كلاس هو كيتقطع بالسي ان سي. المهم كلشي كيتقطع بالسي ان سي كما كتشوفوا معايا في لي موديل في لي فيديو، هادو كاملين كيتقطعوا بالسي ان سي. كما قلت لكم الاخوان، هاد السي ان سي هادي يعني اله جديده وكلشي خدام بها دابا، حتى هي عندها علاقه بالبليسيتي. شنو هي؟ كتقطع مثلا الحروف كيتسموا الحروف اللي كتخدموا في البانو اللي كيجي فيهم الضوء، حتى هما كيتقطعوا بهاد الاله السي ان سي. لافونتاج ديال الاله السي ان سي، يعني ملي كتعمل واحد الاله السي ان سي ماشي ضروري انت تصنع، انت كتبقى غير كتقطع، كتعمل محل خاص غير بالتقطاع ديال السي ان سي، ما كتصنع، ما كتركب، ما كتعمل حتى شي حاجه، انت جالس في البوست ديالك غير كتقطع للناس، كتقطع الصنايعيه، كتقطع للناس اللي كيخدموا في يعني في الدومين ديال البيبليسيتي، وكتعامل مع الناس ديال الالومنيوم، كتعامل كما قلت لكم الناس ديال نجاره الخشب. هاد الناس كاملين كيعرفوك كتقطع بالسي ان سي وكيبقاو يجيو عندك. الطريقه ديال الخدمه ديالها كما قلت لكم يعني بروغراميه، يعني كتعطيها العبار، كتعطيها شنو تقطع، وكتوكل على الله، وكتبدا تقطع لك داكشي اللي باغي في هذاك الطابله ديال السي ان سي. السي ان سي كما قلت لكم الاخوان، يعني الا جبتيها وبغيتي تفرض راسك في السوق، كتبقى كتبريزونتي راسك كيفاش يعني نشوفوا هذا، يعني انا عندي كتبقى كتبريزونتي راسك للناس كما قلت لك، الناس الالومنيوم، الناس اللي نجرات خاصه، والناس ديال الدومين ديالك. انا عندي الات السي ان سي، يمكن تخدم غير في الفيسبوك، تخدم غير في الانستغرام، يعني حتى لي ريزو سيسيو، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هما يمكن لك تخدم فيهم هذاك المشروع ديال السي ان سي. حنا ما كنخدموش بالماشين ديال السي ان سي في العمل ديالنا، ولكن كنحتاجوها شي مرات، كنقطعوها عند الناس صحابنا كيقطعوا لنا بالسي ان سي.
انا هذا الفيديو هذا نزلته حيت الناس سقسوني في لي كومونتيرات وتحت الطلب ديالكم. طبعا عملت هذا الفيديو هذا ديال الات سي ان سي اللي حتى هي يعني بالمستقبل. كاين بزاف ديال الالات يعني بدا كيموت عليهم التاريخ، كيتعوضوا بالات حديثه. شحال هذه كانت كتقطع غير بالديسكو يعني بزاف كدير لك الوقت وما كاينش فينيسيون، ولكن الات سي ان سي خرجت باش يعني احنا في عالم السرعه باش كلشي كي كيربح الوقت وكي وكتطلع خدمه نقيه وزيد وزيد وزيد. عفوا، كما قلت لكم هذه الاله هذه يعني اله جديده وحديثه، وانا حنا ما كنخدموش بها كما قلت لكم في المحل، ولكن تحت الطلب جديده وكل نهار موضوع جديد ان شاء الله. يعني كنتقاسموا معكم الافكار ديالنا باش كلشي يستافد ان شاء الله. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم الاخوان، يعني كان عباره على شرح اله سي ان سي وشنو كتخدم وكيفاش يمكن نحصل على هذه الاله سي ان سي. دونك الاخوان كما العاده اللي بغى يعني يحصل على هذه الاله سي ان سي ولا يعني ياخذ عليها استفسارات، مرحبا بكم في لي كومونتير اولا على يعني في لي كومونتير، وانا غادي نعطيكم الناس اللي متخصصين اللي كيبيعوا هذه الالات هذه وكيتكلف لكم حتى بالانستالاسيون ديالهم ان شاء الله الا خديتوهم. دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان عباره عن شرح اله سي ان سي. كان معكم هشام الدمج مصمم اشهري، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. نهاركم مبروك، سلامه.